غدا كلام في السياسة، المشروعات القومية ودورها في التنمية الاقتصادية. نفتح الملف ونستمع لكل الآراء والأفكار. كيف أسهمت المشروعات القومية في انخفاض معدلات البطالة؟ ما التحديات التي تواجه فرص الاستثمار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وهل تتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إقامة وإنشاء كل المشروعات القومية؟ وضيوفنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور أيمن محسن، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأخبار، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين. الجمهورية الجديدة تتسع للجميع. كلام في السياسة مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري، غدا الساعة 7 مساء على إكسترا نيوز.